شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سيدي يا رسول الله، بفضل الله بفضل الله إن الفتح آتي يقينا. تفرح أهل الثبات وتضحك مكة الغراء. صلوا عليه، اللهم صلِّ